أنا هستأذنك أروح لمداخلة مهمة مع دكتور أحمد البليدي، أستاذ طب الأطفال، اللي كمان عايزين نعرف منه يعني نطمن على الولاد، لأن كلكم قلقانين، حالات الإنفلونزا كتيرة، والفرق ما بين الإنفلونزا وكورونا، وكله منتشر، والناس عندها حالة قلق أكيد. خلينا نرحب بدكتور أحمد البليدي. مساء الخير يا دكتور. أهلا، مساء النور. يعني طبعا يعني الجو والطقس ودرجات الحرارة يعني كلنا طبعا حاسين بيها، والناس بتعيا من البرد وبيبقى فيه انفلونزا، فبرضو طمنا ازاي نفرق ما بين انفلونزا وما بين الاوميكرون وما بين الكورونا. مستحيل يا فندم التفريق على المستوى الاكلينيكي. اكلينيكيا مستحيل، كلهم زي بعض الاعراض، يمكن الاوميكرون اللي في الوقت الحالي خفيف شوي، لكن كلهم اعراض، كلهم ممكن تيجي بسخونه، تكثيف في الجسم، وجع في الزور، راني نوز، كحه، قيء، اسهال، فاي حاجه من دول ممكن تيجي. دول يعني طبعا في نسبه كبيره جدا من الاوميكرون بتيجي اللي احنا بنسميه طبيا اسيمتوماتيك، يعني بدون اعراض، يعني تكتشف بالصدفه، والطفل ما يكونش بيشتكي حاجه. فالتفريق بين الانفلونزا والبرد والاوميكرون كلينيكيا مستحيل. صحيح، يعني عشان نعرف لازم يكون في تحليل او مسحه عشان الناس تطمن، خاصه في وجود حراره. طيب دكتور، كتير من الاسر وكتير من الامهات من القلق على الاطفال وحتى الكبار، اول حاجه بيدوها اول ما يحسوا فيه شويه برد، يا اما على طول بيدوا مضادات حيويه. لا، ده خطا طبعا يا فندم. الكورونا فيروس، والفيروس ما بيتعالجش بالمضادات الحيويه. وفعلا كلام حضرتك صح، في ابيوز او سوء استخدام للمضادات الحيويه بصفه تدعو للرعب الحقيقه. طبعا لانه استعمال المضادات الحيويه بعد شويه البكتيريا بتكتسب مناعه منه، وده اللي مخوف العالم كله من سوء استعمال المضادات في هذه الفترة. فاحنا يعني بنناشد الناس، ارجوكم، الكورونا ما بتتعالجش بالمضاد الحيوي. المضاد الحيوي في حالات الكورونا له حاجات محددة، انديكيشنز محددة، لو تواجدت ممكن ياخدها، لم تتواجد مش هنكتب مضاد حيوي. أكيد دكتور، في مشكلة دايما بتواجه كل الأطفال، وهي مع البرد بقى كمان تزيد، وحضرتك عارف أن الطفل بيجري وبيلعب وبيعرق وبيدخل أماكن مقفولة وأماكن مفتوحة، بالذات الأطفال اللي عندهم حساسية. يعني في البرد ده الأم إزاي تأمن الطفل؟ تلبسه تقيل مثلا، ما بلاش يلعب عشان ما يعرقش، فياخد برد، فيتحول البرد لاحتقان في الزور، فيبقى مش عارفين الاحتقان زي ما حضرتك قلت غير بالطريقه المعمليه، هو اي نوع من انواع البرد. يعني ايه النصيحه؟ لا، النصيحه طبعا الطفل لازم يلبس لبس يتناسب مع الجو. يعني لو الحراره واطيه قوي زي ما في الوقت الحالي لابد يلبس تقيل. عادة مش هيخرجوا يلعبوا، ولادنا ما تعودوش انهم يعني في الايام الشديدة تستطيع، والحمد لله انها بتبقى ايام معدودة في السنة عندنا. ففي هذه الفترة هم مش هيلعبوا، لكن الصبح لما بيروحوا، لو راحوا النوادي، في المدارس، في البي اي بتاعتهم اللي هو حصص الالعاب وكده، هيلبس لبس يتناسب برضه مع الجو. يعني ما يبقاش تقيل قوي الصبح فالطفل ما يعرقش، مش هيلبس تقيل، يعني هيلبس ما يتناسب مع الجو. طيب كتير من الامهات بيخافوا يطعموا الاطفال، والكورونا بقت بتصيب كمان الاطفال، يعني راي حضرتك ايه؟ بص حضرتك، ده سؤال صعب جدا. ليه؟ لانه الاطفال زي ما اتفقنا في نسبه كبيره بيجي لهم بدون اعراض، وفي نسبه كبيره بيجي لهم باعراض بسيطه جدا. الحقيقه النسبه الغالبه، هي الصعوبه في ايه؟ اننا مش عارفين مين اللي هيجي له مضاعفات. صحيح. ومين لا قدر الله اللي ممكن يتوفى من الكوفيد. وبالتالي احنا دايما بنقول بنسمع كلام الهيئات العلميه الموثقه، لما الاقي في امريكا بيطعموا من سن 5 سنين، لما الاقي في انجلترا ابتدوا يطعموا كده، لما الاقي في الدول ديت وبيطعموا في هذا السن، انا اولادي برضو من باب اولى احاول اطعمهم في هذا السن.
تمام. انا في ضيافتي الان كمان دكتور رامي صلاح وهو استشاري تغذية، وبنتكلم عن العلاج بالاكل او ان انا ارفع المناعه. هل حضرتك برضو يعني ايضا بتنصح انه في خلال الطقس البارد ده ان احنا نحاول نعلي المناعه بشكل عام؟ طبعا بوجه عام، والتغذيه من اهم الحاجات لرفع المناعه. لانه اللي عنده سوء تغذيه، وسوء التغذيه مش في الوزن على فكره، يعني طبعا. سوء التغذيه ممكن واحد وزنه تقيل وده سوء تغذيه برضه. صحيح. فنقص الفيتامينات او نقص المعادن زي الحديد، كل الكلام ده معروف انه بيوطي المناعه. اللي ما عندوش نقص في الحاجات دي، لو خد الحاجات دي مناعته مش هتزيد لان هو ما عندوش مشكله. لكن الابحاث بتقول ان نسبه كبيره جدا من الناس عندهم نقص في المايكرو نيوتريانتس اللي بنتكلم عليها، اللي هي زي الفيتامينات وزي المعادن. ودول ما بتبقاش الصوره سهله وواضحه قدام الاهل، هم بيشوفوا طفل وزنه كويس بيفتكروه ان هو سليم. فانا مؤيد دكتور رامي مع حضرتك انه التغذيه مفيده، التغذيه السليمه مفيده لرفع المناعه. طب السؤال الاخير للامهات، لما تبقى الدنيا برد، امهات كتير تقول ايه؟ لا 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 مش هنزل الاولاد الدنيا برد قوي، خوفا من انه الاولاد تعيا. لا يا فندم، في دول الجو بتاعها كده، يعني لو كنا عايشين في اوروبا ما كانوش بقى هينزلوا من البيت. لا طبعا احنا بننزل وناخد احتياطاتنا، لازم نروح شغلنا والاطفال تروح مدارسهم وكل حاجه تمشي طبيعيه، بس نلبس كويس وناخد بالنا من اللبس. اكيد. انا بشكر حضرتك جدا دكتور احمد البليدي استاذ طب الاطفال، بشكرك شكرا جزيلا.